تحت رعايه سعاده الدكتور علي بن فضل البعينين النائب العام وبتنظيم من وحده التحقيق الخاصه بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي ومعهد الدراسات القضائيه والقانونيه انطلقت فعاليات المؤتمر الافتراضي الذي حمل عنوان الدور الفاعل للاجهزه والاليات الوطنيه في حمايه وتعزيز حقوق الانسان. هذا المؤتمر الذي ياتي انعقاده بمناسبه مرور عشر سنوات على انشاء وحده التحقيق الخاصه. قد شهد حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وبمشاركة نخبة من السادة القضاء وأعضاء النيابة العامة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء وأعضاء الأجهزة والأليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى جانب ثلة من الخبراء الوطنيين عبر تقنية الاتصال المرئي انطلق المؤتمر الإقليمي بعنوانه الواسع الدور الفاعل للاجهزه والاليات الوطنيه في حمايه وتعزيز حقوق الانسان وذلك بمناسبه مرور عشر سنوات على انشاء وحده التحقيق الخاصه والذي هدف الى تبيان المنجزات التي حققتها البحرين في مجال كفاله حقوق الانسان والحريات العامه وجدوى الاليات الوطنيه في هذا المجال. ومن هنا كانت حمايه حقوق الانسان هي القاعدة الأساسية للنهضة التشريعية والحقوقية عن طريق استحداث العديد من التشريعات العقابية والتأهيلية وتوفير الضمانات الإجرائية التي تعمل على صون كرامة الإنسان وتحافظ على حقوقه الأساسية. وتهدف إلى القضاء على كافة أشكال التعذيب والمحافظة على حقوق الضحايا وتوفير كافة سبل الدعم القانونية لهم والعمل على إيجاد حلول بديلة ومكملة لنظام العدالة الجنائية. إذ أنشأت العديد من الآليات والمؤسسات الحقوقية والرقابية والقضائية بصلاحات بصلاحيات قانونية واسعة تمكنها من بسط يدها بكل شفافية واستقلالية على كافة التجاوزات القانونية والحقوقية محاور المؤتمر الرئيسية دارت حول مواضيع هامه سلطت الضوء على الجهود الوطنيه المبذوله في مجال حمايه وتعزيز حقوق الانسان ومراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدوليه، مع تبيانه لحقيقه الدور الفاعل للاجهزه المعنيه في تحقيق العداله الجنائيه وغيرها الكثير. المؤتمر يعكس المستوى الحقوقي المتميز الذي وصلت اليه مملكه البحرين. من خلال اهتمامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتوافق تشريعاتها ومؤسساتها مع المعايير الدولية فسيادة القانون وضمان المسائلة من المبادئ المهمة لتحقق الأطمئنان لدى الفرد في المجتمع وهو ما يثمر عن بناء بيئة تمكنه من تحقيق أهدافه وطموحاته الأمر الذي سينعكس حتما على مصلحة المجتمع بأسره يعد هذا المؤتمر امتدادا لمؤتمر حمايه حقوق الانسان في منظومه العداله الجنائيه والذي عقد عام 2019 وطبعا خلال هذا المؤتمر تم تسليط الضوء على ابرز الموضوعات ذات الصله بحمايه وتعزيز حقوق الانسان وعلى راسها مراحل تطور التشريع البحريني ومواكبته للاتفاقيات والمعايير الدوليه ذات الصله في مجال حمايه حقوق الانسان طبعا ايضا الجهود الوطنيه المبذوله في هذا الصدد كما تم استعراض الدور الفاعل الاجهزه والاليات الوطنيه في تحقيق العداله الجنائيه. توصيات خلص اليها المؤتمر اكدت بمجملها على اهميه البحث والتدريب في مجال الوقايه من الجريمه ومنع وقوعها ودور التكنولوجيا والحلول المستحدثه في مكافحه الجريمه وتعزيز اليات العداله الجنائيه. مع تكثيف الجهود الوطنيه لترسيخ ثقافه احترام القانون وسيادته، والعمل على الاستخدام المبتكر للاعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بسبل الوصول الى الاليات الوطنيه المختصه بتحقيق العداله الجنائيه. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.